وللتعليق على سير الانتخابات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. سيد يحيى، مرحبا بكم. يعني كيف تقيم العملية الانتخابية وهناك حديث واسع عن التزوير؟ تفضل سيد يحيى. العملية الانتخابية هي مهزلة واضحة للرأي العام سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ومحاولة لذر الرماد بالعيون على أساس وجود عملية ديمقراطية وانتخابية في العراق، في وقت أن هذه الوجوه نفسها التي يجري تدويرها منذ عام 2003 ولحد هذه الساعة، وكل الانتخابات السابقة لم تحظى بأي تأييد شعبي واضح لها، لذلك كان الفساد والخراب هو النتيجة الحقيقية لهذه العملية المشؤومة التي تسمى العملية السياسية التي جاءت بها أمريكا بالتوافق مع إيران. ما يجري الآن أخي العزيز هو استمرار عملية الفساد المستشري في العراق، واستمرار مسلسل الدم والخراب الذي يجري في المحافظات العراقية، وهو ما تبحث عنه إيران وتبحث عنه أمريكا من خلال هذه الانتخابات المزورة والمعدة سابقا وسلفا من أجل استمرار مشروع الاحتلال ومشروع التحطيم للعراق. طيب سيد يحيى، على المستوى الشعبي بحسب اعتراف القائمين على عملية التصويت يقولون إن هناك عزوفا شعبيا، ما السبب برأيكم سيد يحيى؟ حتما هناك عزوف شعبي كبير عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع أو الانتخاب، وتأتينا اتصالات هاتفية من ذي قار ومن صلاح الدين ومن كربلاء ومن البصرة تؤكد بأن هناك مكبرات للصوت، إضافة إلى قيام عدد من المرشحين ومعاونيهم بطرق أبواب البيوت لحث الناس للذهاب إلى مراكز الانتخاب. الشعب أصبح في حالة إحباط وخيبة من هذه الوجوه، من هذه الوجوه الفاسدة التي أثرت على حساب الشعب والتي لم تساهم يوما في نهضته منذ 15 عاما. طيب. لذلك هذه رسالة واضحة للأمريكان وللإيرانيين بأن هذه العملية السياسية البائسة وهذا الاستهتار بمشاعر الشعب العراقي عبر هذه المسرحيات الكاذبة يجب أن تغير، ويجب أن تغادر هذه الوجوه الفاسدة المشهد السياسي ليتسنى للعراق أن ينهض وأن يأتي رجال قادرين على بنائه وإعادة دوره الحقيقي سواء في المحيط الإقليمي أو الدولي. سيد يحيى، إذا ما تحدثنا عن محافظة الأنبار، مجلس المحافظة يقول إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 30% حتى الآن، إلى أي مدى يمكن الاعتماد على هذه النسبة؟ وأنا أؤكد لك بأن نسبة المشاركة في الأنبار لن تتجاوز 5% لحد الآن، وهذا البيان هو بيان كاذب ولا قيمة له مطلقا، ولا يمكن الاعتماد على مجلس المحافظة في مثل هكذا أمور، ولا توجد أي جهة مستقلة ممكن أن تؤكد على هذه النسبة. ولكن ما وردنا من اتصالات من مدينة الرمادي والفلوجة وهيت تؤكد عزوف الناس عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وإن مجرد أشخاص يحاول مركز الاقتراع أن يلملمهم ليصورهم على أساس أن هناك مجموعة تحاول الدخول إلى المركز. لذلك لا يوجد أي توجه شعبي لخوض هذه الانتخابات أو للاقتراع على هذه الوجوه البائسة التي مصت دماء الشعب العراقي وأثرت على حسابه. طيب هناك أنباء تتحدث عن تعطيل متعمد لعدد من أجهزة الاقتراع مع كل هذه الانتهاكات، كيف يمكن وصف هذه الانتخابات إذا ما يعني أتيح للسياسيين أن يصفوها بالنزيهة؟ أخي العزيز، هذه الانتخابات لم تكن يوما نزيهة منذ عام 2003 ولحد هذه الساعة، ولا يمكن لأي شخص أن يصفها بالنزيهة،
لذلك حتى ترى رؤساء الكتل يتنابزون بينهم بالاتهامات بأن هذه ستذهب إلى التزوير. ثانيا، هذه الأجهزة التي جاءوا بها المسمى الإلكترونية فتعطل بطبع بشكل متعمد في سبيل الذهاب إلى الاقتراع اليدوي والتأشير بأقلام يمكن مسح هذه التأشيرات فيها. لذلك لو كان هناك نزاهة كان طلب من منظمات عالمية حضور هذه الانتخابات، والمركز الذي يعطل الجهاز يجب أن يكون هناك أجهزة احتياط موجودة داخل المركز لتستبدل، وفي حال عدم استبدالها يجب أن يغلق مركز الاقتراع. أمين هذا ما يجري عليه في كل انتخابات العالم. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، شكرا جزيلا لكم.